وللتعليقي على أداء الأسواق العالمية تنضم معنا عبر الإنترنت لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي. أهلا بك لينا. بداية لينا، مؤشر داو جونز يرتفع، وارتفع أمس لمستويات قياسية تجاوزت 32 ألف نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك التكنولوجي. كيف تفسرين ما حصل؟ نعم، بالنسبة للأسهم مؤشر ناسداك تراجع تقريبا 2%. نحن متراجعين من القمة التي حققها في 12 فبراير تقريبا 10.6%، أو أي مستويات أعلى من 10.6. هذا الانخفاض هذا يعني تعتبره السوق أنه يدخل مرحلة تصحيح. نحن في مرحلة تصحيح للأسهم التكنولوجية، وخاصة أن هناك أسهم من مؤشر ناسداك ارتفعت يعني منذ الجائحة. نحن من بداية مارس ارتفع مؤشر ناسداك تقريبا ب 105%. لدينا شركات مثل امازون، مايكروسوفت، الفابيت، ابل، اسعارها تضخمت بشكل كبير، ونتيجه هذا التضخم هناك تحول من الاسهم التكنولوجيه الى الاسهم الدوريه، الاسهم ذات القيمه، يعني المكررات الربحيه اقل، يعني مكررات التوزيعات النقديه فيها لها يعني اكبر من السعر السوقي، اكبر ما يمكن من السعر السوقي. فبالتالي عم نشوف التحرك لتلك الأسهم الدورية مبتعدة عن أسهم النمو والأسهم التكنولوجية. أما بالنسبة لمؤشر داو جونز، الارتفاعات اللي عم نشوفها نتيجة نمو الناتج الصناعي، التفاؤل بتعافي الاقتصاد خلال هذا العام، وهذا عم بيدعم أسعار، عم بيدعم مؤشر داو جونز نحو الارتفاع. متوقع أنه يستمر الضغط على مؤشر الناسداك، وخصوصا أنه عم نشوف أيضا اليوم هلا ممكن ترتفع الاسهم شوي الامريكيه، تفتح الوقود لاجل ان عوائد سندات الخزانه الامريكيه شوي عم تتراجع بعد ما وصلت الى مستويات مرتفعه ب 1.16%. ولا ننسى انه هناك كان دعم للشركات الصغيره والمتوسطه عن تمديد تسهيلات السيوله الطارئه لدعم الشركات الصغيره والمتوسطه، ايضا هذا دعم الاسهم ذات القيمه. متوقع مؤشر داو جونز يستمر بالارتفاع، اما ربما نشهد بعض الضغط على اسهم التكنولوجيا وخاصه المؤشر ناسداك، وخاصة إذا عوائد سندات الخزانة الأمريكية عادت إلى الارتفاع مجددا. طيب لينا، بالانتقال إلى العملات وتحديدا عملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي الذي انخفض خلال الفترة الماضية وفقد مستويات الدولار و20 سنت، هل السبب وراء هذا الانخفاض هو ارتفاع الدولار أم هناك أسباب أخرى؟ بالنسبة لليورو خاصة أنه كما ذكرتي في خلال نشرة الأخبار أنه هناك في انكماش في الناتج المحلي الإجمالي اللي على أساس فصلي ب 0.17% وأعلى من التوقعات ب 0.16 في البيئة على أساس سنوي، نتحدث عن 4.9% مقارنة بالتوقعات كانت 5%. إذا قارنا النمو بالولايات المتحدة، كندا، الصين، حققت نمو خلال الربع الرابع من العام الماضي على عكس ما حققته أوروبا نتيجة لاختلاف الظروف والإغلاقات الاقتصادية. اليورو أمام الين والفرنك السويسري مرتفع، لكن أمام الجنيه هناك تراجعات، لأن الجنيه الإسترليني هناك توقعات بالنمو والتعافي الاقتصادي في بريطانيا مع حملات التطعيم التي تستمر. فمختلفة المؤشرات النمو في بريطانيا عن والبيانات عم تظهر ببريطانيا إذا ما قارناها بمنطقة اليورو، خاصة على مسألة حملات التطعيم، رغم أنه انكماش في بريطانيا حصل انكماش حاد بنسبة 10%. اليورو نتيجة هذا فرق عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأيضا الأوروبية، هذا الفرق هو عم يصب لصالح السندات. لأني طب لينا، أسعار النفط باختصار شديد، أسعار النفط تعاود الانخفاض من جديد خلال تداولات يوم أمس، هل تعتقدين بأنها وصلت إلى حد لن تعود إلى الارتفاع فيه مرة أخرى؟ بالنسبة لأسعار النفط، نعم، بالنسبة لأسعار النفط يعني عم ترجع، يعني عم نشوف الارتفاعات، لكن الانخفاضات التي حصلت هي بسبب ربما يعني لأن الهجمات التي تمت على منشآت سعودية هي آنية ولم تسبب أضرار مادية ولا بشرية، وبالتالي عاودت الانخفاض. وأيضا أنه صار عمليات البيع على المكشوف، لكن توقعات في حزمة التحفيز الأمريكية ب 1.9 تريليون دولار رح تساعد الطلب العالمي
العالمي على النفط رح يتراجع المخزون، وايضا متوقع انه نوصل لبرنت ل 75 دولار، ايضا خام الامريكي الخفيف متوقع يصل الى 70 دولار اللي هي البرميل. لينا قنوع محللة اسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي، كنت معنا عبر الانترنت، شكرا جزيلا لك.